منذ إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك وانتصار الحراك الشعبي في المرحلة الأولى من ثورته، شهدت مصر ظواهر غريبة لا يمكن وصفها بالصحية. لا إله إلا الله. هناك مسجد تؤذن فيه، هذه القاعة للحديث لا تزايد. ومع ارتفاع منسوب الأمل بدخول مصر نادي الديمقراطيات الحديثة، جاء تربع محمد مرسي كأكثر رئيس يهدد حرية الرأي والتعبير في مصر خلال السنوات 120 الفائتة، ليزيد المصريين قلقا على مستقبل ثورتهم. ففي تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذي يحصي عدد البلاغات القضائية المتعلقة بإهانة السلطة، حل مرسي في المركز الأول ب24 قضية، وتلاه الملك فاروق بخمس قضايا في غضون 16 عاما. في المركز الثالث جاء حسني مبارك مع أربع قضايا في 30 عاما، أمام الخديوي عباس حلمي الثاني مع ثلاث قضايا في 12 عاما. وجوه إعلامية مصرية عدة قررت المواجهة. أقول له المعادلة بسيطة جدا، زي ما أنتم معتبريننا مش مسلمين، أنتم بالنسبة لنا ولا شيوخ ولا علماء، ومغدلنا كلنا مبهدلنا رايحين جايين على القضايا والمحاكم والبتاع. ده الإعلام الحر اللي بيشيد بيه الرئيس. كلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده العبوا ببعيد، ولا يهمني ولا يفرق معايا بنكله خالص، ولا هخاف ولا تقولي كلام مجعلص ولا تجيب لي كلام من كتب. اما الراقصه وسام المصري فقررت ترك ميدان التحرير ورفع سقف المواجهه في ميدانها. ووسط هذه المواجهة المستعرة، يبقى على المصريين أن يختاروا، هل أن رقم مرسي القياسي مؤشر انقلاب على ثورة الشعب، أم أن استعراض سما المصري دليل حرية لم تشهدها البلاد من قبل؟